توقعاتك لماتش الاهلي واسوان في الدوري؟ اتوقع ان طبعا الاهلي يكسب، هو فريق قوي جدا ودايما بيجهز نفسه كويس جدا. هو ماتش صعب جدا بعد رجوع الاهلي من السودان والارهاق، بعد رجوعنا من كاس العالم، فماتش صعب. واسوان فريق قوي على ارضه بيلعب بالنهار، والاهلي عنده مشكله باللعب بالنهار والشمس واللعيبه دي تعبان، فاتوقع ان هو يرجع من اسوان بنقطه التعادل، بس يا رب الفوز. يعني توقعات هيبقى 2-0 للاهلي ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله. بحب الاهلي قوي جدا وبشجعه في اي مباراه، بس المره دي هشجع اسوان عشان انا من اسوان بقى وكده، فلا الفريق ده يعني لازم اشجعه خلاص. هو عامه الاهلي هو انا توقعت قبل كده ماتش الاهلي وريال مدريد، والحمد لله يعني النتيجه كانت عكس ما انا توقعته خالص يعني، بس ان شاء الله يعني الاهلي اكيد يعني قد اسوان يعني ان شاء الله. اتوقع هيبقى في نتيجه فرق كبير، تمام، هيبقى في مثلا 3-0 او 4-0 للاهلي اكيد ان شاء الله. يعني الاهلي 3-0. اتوقع ممكن يبقى 1-0 او 2-0 اقصى من كده. اسوان طبعا 3-1 ان شاء الله. اتوقع مثلا 2-0 مثلا او 3-0. ومين هيسجل الاهداف؟ ان شاء الله أفشة ومحمد شريف وحسين الشحات. أفشة مثلا وسلية. أفشة. مين تاني؟ محمد شريف، حسين الشحات. ان شاء الله نسأل الله التسهيل. اتمنى محمد شريف يرجع لمستواه، ويا ريت يا ريت مشاركه كهربا. ممكن معلول، معلول وأفشة ممكن. اتوقع شريف وأفشة. تمام. اتوقع لو نزول كهربا يبقى في جونين لكهربا.